انا سعيد ان انا موجود معاكم النهارده، وسعيد ان انا موجود في بيتي النادي الاهلي، وسعيد طبعا انا موجود في قناه النادي الاهلي طبعا. وبدايه الاكاديميه طبعا احنا بنبدا فرع فرع، احنا هنا النهارده موجودين في الطمية، وان شاء الله يوم السبت الشيخ زايد هنبدا، ويوم الاثنين ان شاء الله مدينه نصر. طبعا احنا عاملين الترتيبه دي كلها عشان يبقى كل واحد اخد حقه في الافتتاح بشكل كويس جدا، واحنا شايفين الشغل قدام عينينا ونرتب الشغل. طبعا هيحصل كده في البدايه زحمه، واولياء الامور طبعا مستعجلين عشان اللبس والكلام ده كله، طبعا احنا مقدرينه وده شيء طبيعي. الحمد لله النهارده بدايه موفقه للاكاديميه، هيعدي ان شاء الله اسبوع اسبوعين هتلاقي كل ولد بعد كده عارف مكانه في الملعب وعارف شغله في الملعب. طبعا عندنا شغل مع سن صغير جدا، 4 سنين، ده شغل مش سهل، يعني ان انت تبتدي تشتغل مع الولد وتحفظه زي ما انت سامع كده، ولد صغير 4 سنين عايز التمرين، مش عايز التمرين وعايز يلعب كوره، فده طبعا سن. انا مبسوط جدا بالشغل مع الولد، ومبسوط جدا بالبدايه، ان شاء الله كمان يعني تكونوا موجودين معانا في شيخ زايد او ومدينه نصر هتشوفوا حاجه كويسه. الحمد لله عندنا اعداد كبيره جدا، ويعني بدايه موفقه جدا بالنسبه لنا، محتاجين ان احنا نشتغل اكتر من كده كمان شويه في الفتره اللي جايه دي. اتمنى طبعا ان احنا السنه دي يعني يبقى موسم جيد، وربنا يكرم يعني ان شاء الله.